هذا البرنامج برعاية مجموعة البركة المصرفية. أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم إلى حلقة جديدة من مشاركة البرنامج الذي يعنى دوما بقطاع المال الإسلامي. بدءا أبرز العناوين في هذه الجولة: 3 تريليون دولار حجم أصول الصيرفة الإسلامية خلال العقد المقبل. مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس هيئة عامة للأوقاف. وكندا تتطلع لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتمويل الإسلامي. توقع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني محمد دمق أن يصل حجم قطاع الصيرفة الإسلامي إلى 3 تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل، مرجحا أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في القطاع ومساهمة القطاع في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو. حجم أصول الصيرفة الإسلامية يقف اليوم عند 1 تريليون دولار، وسيضيف 1 تريليون دولار إضافية خلال العقد المقبل بحسب ستاندرد أند بورز، التي أشارت أيضا إلى أن سوق الصكوك في العالم يتجه نحو تصحيح مساره في 2015 بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك. وكان تقرير للوكالة أشار إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية لا يزال يتمتع بالزخم لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، وأن الحكومات في الأسواق الرئيسية ترى في الصيرفة الإسلامية أداة لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى إلى حد ما للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانيتها. وكان رئيس التمويل الإسلامي في وكالة موديز للتصنيف الائتماني خالد هوالدر قد توقع في وقت سابق أن تشهد كل الإصدارات بالعملة المحلية والأجنبية ارتفاعا في 2016، وخاصة في ظل انخفاض أسعار النفط والتي من شأنها رفع كميات الصكوك السيادية المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن إجمالي حجم الصكوك الإسلامية تراجع في 2015 بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، خاصة في الأسواق الناشئة. في السعودية وافق مجلس الوزراء على تأسيس نظام الهيئة العامة للأوقاف، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتشرف الهيئة بموجب هذا النظام على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، كما تشرف على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة. ويكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يترأسه رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء. أنتقل مباشرة إلى ضيفي في الرياض المستشار عبدالله الهزلول للحديث أكثر في هذا الخصوص. سيد عبدالله مساء الخير، وأنا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. قبل أن حتى نضع المشاهدين في الصورة، كيف كانت الأمور تدار قبل هذا التوجه الجديد في الأوقاف؟ جميل، مساء الخير. الأوقاف لم تكن في تاريخ المملكة العربية السعودية غائبة. منذ تأسيس المملكة العربية السعودية والأوقاف تحت مظلة الرسمية، لكن هذا التأسيس هو يعد نواة أو انطلاقة لمرحلة جديدة وأفق جديد في الأوقاف. الأوقاف كانت في بادي الأمر تحت إشراف، أو في المرحلة الماضية كانت تحت إشراف الجهة الأساسية فيها وزارة الشؤون الإسلامية، وقبلها وزارة الحج والأوقاف، لكن الجديد أنها توحدت تحت مظلة هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء كما أسلف. في السابق كانت الأوقاف هناك أكثر من جهة ترعاها أو أكثر من جهة تهتم بها أو تختص بها. وزارة العدل ممثلة في القضاء الشرعي موكولة بإثباتها ونزاعاتها وغير ذلك. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تعنى من خلال وكالة الوزارة بالأوقاف العامة والأوقاف التي عليها إشكالات ويسلمها لها القضاء والأوقاف التي يسلمها أهلها لوزارة الشؤون الإسلامية. كانت وزارة التجارة ولا تزال، لكن ستنضم يعني جزئيا بعض الأمور المتعلقة بها،
كانت تعنى بالمؤسسات والشركات الوقفية، الجهات العمومية، الوزارات، الهيئات العامة، المؤسسات العامة، الجامعات، كانت تمتلك أوقاف، ولكن التأسيس والقيمة المضافة في النظام الجديد أن الهيئة هذه ستتولى نظارة الأوقاف، ستتولى الإشراف على نظارة الأوقاف سواء العامة أو الخاصة أو المشتركة، بالتالي هي ستكون مظلة إشرافية على الجميع بإذن الله. نعم، فيما يتعلق بالنظار الذين يديرون شؤون الوقف بتكليف ربما من الواقفين، إلى أي مدى سيهيئ هذا التوجه الجديد ربما رقابة أكثر على هؤلاء النظار؟ بالطبع سيهيئ إلى عدة عوامل، ليس الرقابة وحدها. قبل الرقابة يعني تعزيز ثقافة النظارة، تعزيز مهامهم، تمكينهم من أدوارهم المطلوبة شرعا. الهيئة ستتولى حسب اطلاعي على مسودة النظام، والنظام أنت كما تعرف أنه لم يصدر إلا قريبا، بالتالي الحصول عليه بصورة نهائية غير ممكنة، ولعله يكون في وقت قريب بإذن الله. لكن مسودة النظام كانت الهيئة ستتولى جزءا من تطوير النظار، العناية بهم، تحفيزهم. هي الهيئة بذاتها تتولى جزء من النظارة، ويكون تحتها إدارات مختصة بالنظارة فتتولى جزء من النظارة. وبالمقابل أو بالجانب الآخر، الرقابة على الناظرين والتأكد من مطابقتهم للمواصفات الشرعية والنظامية المطلوبة، ولسيرهم على ما أراده أو وفق ما أراده الواقف حين أنشأ هذا الوقف. الناظر إما سواء كان شخصا أو كان مجلس نظارة، أو كان سواء كان شخصا طبيعيا أو يعني بصفته الاعتبارية أو بصفته المعنوية، هو عرضة يعني لأن يعني مع مرور الزمن أن يكون هناك تباين بين ما أراده الواقف وما نص عليه الواقف، والفقهاء يتكلمون عن كون نص الواقف كنص الشارع وبين الواقع الذي يتعايش معه. بالتالي عدم وجود سلطة رقابية دقيقة عليه، هذا يؤدي إلى أحيانا نوع من شيء من الإهمال، شيء من التسيب، شيء من الانحراف عن أو الميلان، خلينا نقول بعبارة دق، عن مقصود الواقفين. الهيئة وكما كانت وزارة الشؤون الإسلامية سابقا ستعنى بالرقابة عليهم والحسبة عليهم في هذا المجال. طبعا لا يكون للهيئة ولا يكون وكما كان لوزارة الشؤون الإسلامية سابقا لا يكون لهم ولاية على الناظرين من ناحية التغيير أو كذا، وإنما يكون الولاية أو ستبقى الولاية كما هو في الوضع الحالي ولاية قضائية، فقط ستكون هي جهة رقابية ترفع للقضاء في حال وجود إشكالات لا سمح الله. نعم سيد عبد الله، يعني إلى أي مدى في تقديرك أن الأوقاف من الممكن أن تلعب دور كبير وأن تكون أداة حتى استثمارية فاعلة تستلهم روح الشرع بطبيعة الحال، ولكن يجب أن تواكب المستجدات حتى تأتي أكلها بالشكل الأمثل على كل المجتمع وحتى على الاقتصاد؟ صحيح، هي الأوقاف الدور المناط فيها، يعني لو ترجع للتاريخ ما قبل الحرب العالمية الثانية كانت الدول أصلا لا تتولى إلا مهام محدودة. بعد الحرب العالمية بدأت الدولة تتدخل في بعض الأمور الخدمية، كل هذا قائم إما على المجتمع، ويكون الإسهام المجتمعي له وجهين، إما إسهام مستمر ويتمثل في صورة من أبرز صور صورة الأوقاف، أو أن يكون هذا الإسهام متكرر بمعنى أنه ينفق هذه المرة والمرة القادمة والمرة التي تليها. الوقف هنا يشكل ميزة إضافية أو قيمة إضافية في كونها عملية مستمرة لها ديمومتها لها استمراريتها. إذا جينا ننظر إلى النماذج الموجودة في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من الدول الإسلامية أو حتى في الدول الغربية أو غيرها، نجد أن كثير من الجامعات هي تعتمد أو يفترض فيها أن تعتمد بصورة كلية على الأوقاف، بحيث أنها توفر لها مصادر للتعليم وللبحث العلمي ولخدمة المجتمع، كذلك في المستشفيات، كذلك في مساعدة الفقراء وغيرها. إذا كانت الجهات تنتظر الإنفاق المرة بعد المرة، هنا ستكون تحت رحمة المعطي، ولن تستطيع أن تخطط لنفسها خطط استراتيجية طويلة، إنما ستكون خططها محدودة بما سيأتيها. لكن عندما يكون لدي مصدر دخل ثابت أعرف أنه سيكون لدي الحجم الفلاني
الثاني من المدخولات. هنا يأتي الخطط التشغيلية والخطط الاستراتيجية الطويلة. وهنا أنبه إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون كل الأوقاف أو جميع الأوقاف هي عبارة عن إعطاء باليد. أحيانا يكون الوقف، وهذا منتشر، قد يكون تقديم خدمة، وقد يكون تقديم خدمة هو بمقابل، لكن هذا المقابل إما أن يكون رمزي أو يكون مقابل مساوي للسعر، لكنه يضمن الاستمرارية. فالجهة ليس لها ملاك يربحون في جيوبهم، إنما هو لضمان التوسع لهذه الجهة ولخدمة الجهات المشابهة. المستشار عبدالله الحذلول، كنت معي من الرياض، معلقا على احتمال مجلس الوزراء السعودي للهيئة العامة للأوقاف. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. توقع مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد إعلان تشكيل المجلس الشرعي المركزي خلال شهر ديسمبر الجاري. وأضاف حمد أنه سيكون للمجلس دور مهم في ضبط الالتزام بالشريعة الإسلامية ودراسة الممارسات في السوق، بالإضافة إلى دوره في الإفتاء بإصدار الصكوك التي تقوم بها حكومة البحرين من وقت إلى آخر. أرحب بضيفي من المنامة سيد أسامة محمد، المستشار الاستثماري، للحديث أكثر عن هذا المجلس، دواعي إنشائه وأهدافه. مساء الخير، حدثنا عن ذلك. أهلا، مساء الخير يا أخي، مرحبا بكم. والله شوف، أنا كما تعلم ويعلم طبعا المشاهدون بأنه البحرين سعت منذ مدة طويلة أن تكون مركزا لصناعة البنوك والاستثمارات الإسلامية في المنطقة. أي البحرين أرادت أن تكون هي السمت هاب فور بانكينج، يعني المركز البنوك الإسلامية، وعليه يجب أن يكون هناك كالعادة بنية تحتية وبنية فوقية لما يسمى بهذه الصناعة، صناعة البنوك الإسلامية. طبعا من خلال خبرة البحرين في هذا المجال، ومن خلال وجود العديد من البنوك التي تلتزم بالشريعة الإسلامية في البحرين أو البنوك الإسلامية كما يقال لها، فإنه كل بنك طبعا لديه ما يسمى بالتدقيق الداخلي والاستشارات الداخلية بالنسبة للشريعة التي تتبع طبعا ما يشرعه الإخوان في هذا المجال. يجب أن يكون لهيئة الرقابة طبعا المالية في البحرين والمتمثلة في البنك المركزي البحريني، يجب أن يكون لها رأي في هذا. أيضا يجب أن يكون لها وجود من خلال هذه المؤسسات المالية، ويجب أن تكون هذه الآراء طبعا أو الدراسات أو المواد موجودة من المشرع اللي هو البنك المركزي بالنسبة للبنوك الإسلامية. فهنا تبدأ هذه الجمعية طبعا أو هذه المؤسسة الصغيرة من خلال البنك المركزي بالإشراف على البنوك الإسلامية، وهذا شيء مهم جدا جدا طبعا للرقابة والتشريع. نعم، أنا أشكرك المستشار الاستثماري السيد أسامة محمد، كنت معي عبر الهاتف من المنامة، شكرا جزيلا لك. كشفت وكالة تومسون رويترز بالتعاون مع تحالف تورونتو على دراسة باسم أفاق التمويل الإسلامي في كندا لعام 2016، حيث تتطلع كندا لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتمويل الإسلامي في أمريكا الشمالية، كونها تضم جالية مسلمة كبيرة نسبيا. تضم كندا أضخم جالية مسلمة على أراضيها، فالتقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الجالية يمثل 3% من سكان كندا، أي بواقع 1.3 مليون نسمة. ومن المتوقع ارتفاع حجم الجالية إلى نحو 3 ملايين نسمة خلال 2030. هذا الأمر دفع الحكومة الكندية لإقامة شراكات جديدة مع رؤوس الأموال الإسلامية، وهو ما يؤهلها لتصبح قبلة للتمويل الإسلامي في أمريكا الشمالية. الأرقام الفعلية تشير إلى أن المصارف الكندية لديها تعاملات بأكثر من ملياري دولار في شكل قروض رهن عقاري متوافقة مع الشريعة،
كذلك لديها صكوك إسلامية قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتي بدورها ستتمكن من دعم البنية التحتية التي تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك أن إصدار هذه الصكوك سوف يشجع الشركات المحلية أيضا على الاستفادة من سوق رأس المال الإسلامي وتنويع مصادر تمويلها. وكما استفادت الحكومة الكندية من رؤوس الأموال الإسلامية داخليا، فإن الفائدة المتوقعة خارجيا قد تكون أكثر رحابة. فإذا عرفنا أن مديري الأصول الكندية لديهم خبرة دولية في التمويل المتوافق مع الشريعة، فلنا أن نتوقع أن يؤهلهم ذلك الاستحواذ على حصة من الاستثمارات الإسلامية في أسواق منظمة التعاون الإسلامي. هذه المنظمة تضم 57 دولة إسلامية، ويبلغ حجم السوق المرتقب فيها نحو 23 مليار دولار. ومن ثم فإن دخول هذا السوق سوف يزيد حجم تجارة كندا مع الدول الإسلامية. لازلتم تتابعون مشاركة من CNBC عربية في هذا البرنامج بعد الفاصل. نافذة للمنتجات المصرفية الإسلامية بالنمسا وللمرة الأولى. هذا البرنامج برعاية مجموعة البركة المصرفية. هذا البرنامج برعاية مجموعة البركة المصرفية. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس التنفيذي لمصرف عمان المركزي حمود الزيدالي إن هناك طلبات من بنوك خليجية ومستثمرين محليين للحصول على رخص لبنوك إسلامية وجميعها تحت الدراسة. وأشار إلى وجود بنكين إسلاميين وستة نوافذ إسلامية تابعة لبنوك تقليدية في السلطنة، وأن حصة البنوك الإسلامية تبلغ 6.5% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي. وأكد الزيدالي على التزام سلطنة عمان المستمر بربط عملتها بالدولار، مستبعدا أي توجه لفك هذا الارتباط مستقبلا. تنطلق العام المقبل 2016 ولأول مرة في النمسا عملية فتح نافذة للمنتجات الإسلامية المصرفية ببنك بافاج، أكبر البنوك العمالية في البلاد والرابع على مستوى أوروبا. وستوفر هذه النافذة منتجات إسلامية مصرفية يحتاجها المسلمون في البلاد الذين يتراوح عددهم بين 600 و 800 ألف من أصل 8.5 ملايين نسمة تعداد سكان النمسا. نقل البنك المركزي السوداني أداة السيولة الرئيسية التي تستخدمها البنوك المحلية إلى صندوق خارجي في خطوة يأمل أن تصبح نموذجا يحتذى للدول الأخرى الهادفة إلى معالجة شح أدوات سوق النقد الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. والصندوق شهد زيادة بلغت 25% في رأس المال منذ إطلاقه في سبتمبر العام الماضي ليصل إلى مليار جنيه سوداني، وأصبح السودان منذ العام 1983 أول دولة تلزم كامل نظامها المصرفي بالامتثال للمبادئ الإسلامية. أتمت شركة دار التمويل المدرجة بسوق أبوظبي المالية عملية إصدار صكوك من الشق الأول من رأس المال، حيث تم إصدار الصكوك ضمن شريحتين، الأولى بقيمة 200 مليون درهم والثانية ب 100 مليون درهم. وقامت شركة كاب إم للاستثمار، وهي شركة تابعة لمجموعة دار التمويل، بترتيب عملية الإصدار حيث تم هيكلتها على أساس المضاربة. وسترفع الصكوك نسبة كفاية رأس المال إلى مستويات تبلغ 22.4% على أساس موحد و 21.5% على أساس مستقلة. قال مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط لدى فرانكلين تيمبلتون محي الدين قرنفل إن التطورات في مجال التمويل الإسلامي أدت إلى المطالبة بالمزيد من الجهود لوضع معايير ونظم للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومنها مبادرات تقوم بها عدد من السلطات المعنية. ودعا قرنفل إلى وضع معايير رئيسية من شأنها أن تترك مجالا للابتكار مع تعزيز مستوى الشفافية لدى الجهات المعنية بالتمويل الإسلامي. ينضم إلينا الآن في الاستوديو السيد محي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط لدى فرانكلين تيمبلتون.
سيد قرنفل مساء الخير، وأنا شاكر لوجودك معنا في هذا البرنامج. بدءا دعنا نكون في الصورة يعني، ويمكن لك أن تضعنا في الصورة أيضا حول أحدث التطورات الآن في التمويل الإسلامي. إجمالا يعني القطاع عم يشهد نمو يعني بتقارب بال 15-20%، وصل له أكثر من 10 سنوات يعني عم بيصير في عنا هذا النمو، ومثل ما تفضلت عليه عم بيصير في عنا ابتكار تقريبا على شكل يومي. بقى تنويع ويعني توسيع إذا بدك القطاع المصرفي الإسلامي أم أسواق المال الإسلامية عم بتضلها تتحسن، ونحن بنعتقد إنه هذا يعني هذا الترند بده يكمل بالمستقبل، وعنا يعني توجهات إيجابية جدا بالنسبة لأسواق السكوك وأسواق المال الإسلامية عامة. جيد، على ذكر السكوك، وأنت تعلم أن هناك تطور لافت في مسألة السكوك يعرفونها بسندات الإسلامية، لكن إذا تحدثنا عن منطقتنا مثلا السعودية مثلا كاقتصاد قوي وثقل اقتصادي كبير، لكن لا نجد مثلا الصكوك تتناسب هذا الاقتصاد. يمكن يعني في يعني اول شيء فينا نقول انه يمكن القطاع المصرفي السعودي في السنوات الاخيره كان في عنده السيوله يمكن متوفره ل يعني تمويل يعني المشاريع اللي عم بتصير بالمملكه، ولكن ما في شك انه السعوديه وكمان غير دول بالخليج لازم صانعي القرار فيها يركزوا على تعزيز وتفعيل اسواق المال عامه، ولكن خصوصا اسواق الدخل الثابت بما فيها السكوك. نعم، لانه لما بنمرق بايام يعني فيها ضغط مثل مثلا اليوم لما البترول نازل 50%، في عنا عجز بالميزانيات، يا اما بيصير في عندك مشاكل بغير بلدان معقول يعني ترفع اذا بدك سعر التمويل يا اما سعر الفوائد عالميه. لما ما في عنا مصدر محلي نقدر نتطرق اليه فيها تسبب مشاكل. بقى نحن بهمنا انه اسواق المال بالمنطقه يكون فيها تكون فعالة، تكون قوية، وتكون تقدر تتروح مع يعني تقلبات أسواق المال عامة. وبنعتقد الدور الدخل الثابت دور مهم، ولازم المستثمر بالمنطقة يبلش يفكر بتنويع الاستثمارات، ولازم يبلش يفكر أكثر بكثير بالاستثمار في الدخل الثابت، لأنه بتعرف نحن اليوم إجمالا المستثمر بحب أسواق الأسهم، بحب العقارات، ولكن التركيز على المخاطر وتنويع المخاطر ما بعتقد في توعية كافية اليوم، ونحن بعتقد لازم نلعب دور وأنتم لازم تلعبوا دور في هذا المجال. إلى أي مدى الأزمات نفسها؟ يعني الآن العالم، أنا لا أستطيع أن أقول أنه في أزمة، لكن أنت تعلم أن هناك تباطؤ اقتصادي عالمي، أدوات الدخل الثابت وسط هذه الأجواء كيف هو دورها؟ يعني أنت عم بتشوف من وراء السياسات المالية اللي عم تتبعها كل شيء من الاحتياط الفيدرالي للبنك المركزي الاتحاد الأوروبي وغيره، كلهم عم يعملوا quantitative easing، وبالعكس إذا شيء أدوات الدخل الثابت عم بتزيد وعم تتراكم يعني بالعالم كله. نحن عم بيصير في عنا هذا النمو، ولكن من بيس أوطى، وأكيد في عنا مجال يزيد، خاصة هلأ مع العجز بالميزانيات والتوقعات أنه نكمل على كم سنه من هذه من هذا العجز. بقى مشان هيك نحن بنشوف انه اليوم توقعات سليمه جديه انه يصير في عنا نمو في الاصدارات. السنه اللي فاتت صار في عنا تباطؤ يعني عكس مما كنا متخيلين، مزبوط كنا عم نطلع اول السنه كنا شايفين انه كان سعر البترول نزل، وكنا شايفين انه العجز بالميزانيات بدها تتم، ولكن ما صار في عنا الانكريس بالاصدارات، وهذا بعتقد له علاقه بكلفه المال. يعني لما زادت كلفة الإصدار خف
خف الإصدار. مشان هيك نحن بنقول إنه اللي مرق علينا هذه السنة معقول يتم السنة الجاية، يعني معقول ما يزيد إذا أسواق المال وأسواق الدخل الثابت ما وفرت أسعار مغرية للشركات والحكومات، لأنه إذا السندات ما قدرت توصل لهم المال بأسعار منطقية فيهم يلجأوا لمثلا السندكيتد لونز وغير وسائل يعني للتمويل. بقى نحن بنتأمل إنه أسواق الدخل الثابت بترجع على يعني بترجع بتتداول يعني مع منطق مخاطر الائتمان وبيقدروا الحكومات والبنوك وغيرها من الشركات تقدر تطرق لأدوات السندات. نعم. سؤال أخير وإجابة مختصرة لو تكرمت، أنت تحدثت عن تشجيع وتعزيز أسواق المال، كيف نعمل على ذلك؟ يعني أول شيء إذا فينا نبلش نركز على تعزيز قطاعات غير المصارف، يعني من كل شيء من البنشن فاندز لشركات الائتمان وشركات مثلا إدارة الأموال، كلهم هذه قطاعات بعدها يعني فينا نعززها. ومن الجهة الثانية لازم يصير في عندك إصدارات من قبل الحكومات بشكل مستمر وبشكل يعني مبرمج اللي بيقدر يعزز كمان العرض بالسوق. بقى من الجهتين، من ناحيه الطلب ومن ناحيه العرض، لازم يصير في عنا دور فعال اكثر من صانع القرار. انا اشكرك السيد محي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالميه وادوات الدخل الثابت في منطقه الشرق الاوسط لدى فرانكلين تيمبلتون. شكرا جزيلا لك على كل هذه الافادات. شكرا. وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. مشاركة من CNBC عربية، دائما للتواصل مع آخر الأخبار تابعونا على موقعنا cnbcarabia.com وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام. في أمان الله. هذا البرنامج برعاية مجموعة البركة المصرفية.